دعونا الآن نستمتع بهذه الترنيمة الجميلة. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. افتح عيوني كي أرى يسوع، يملأ الحياة، يحتل روحي أسيرا، فلا أرى شيئا سوى. افتح عيوني كي أرى يسوع، يملأ الحياة، يحتل روحي أسيرا، فلا أرى شيئا سوى. أبواب روحي مشرعة، فليأتي كي أحيا معا. أشواق روحي جائعة، تصير فيه مشبعة. في الروح أبغي أن أكون، كي لا يعيقني الجسد، ألهب كياني والظنون، واحصر فؤادي للأبد. أشواق روحي جائعة، تصير فيه مشبعة. أطلق يدي فأعبدك، مقيدا بروحك، حرر لكي أمجدك، مسترشدا بنورك، لا ترتضي فعل الشفاء.